أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة 11 مواطنا بفيروس كورونا. تطور الوعي للتبرع الفوري للدم. إشادة بحماية الأشجار في بوعي. انهيار منجم ذهب في زيمبابوي وحصار 40 عاما. ألمانيا تقترض 180 مليار يورو في العام 2021. الشرطة الهندية تفرغ احتجاجا من مزارعين بقنابل القمح. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة: أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم 28 من نوفمبر في مراكز العزل بالإقليم الجنوبي إصابة 11 مواطنا بكوفيد 19، وقد جاء جميع المصابين من إثيوبيا في الأسابيع الماضية، وكان 7 منهم في مركز العزل بإنداغرغيث، و2 في مركز العزل بسنعفة، و2 في مركز العزل بميمنة. في غضون ذلك شفي 21 مصابا بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابون بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 577 مصابا، شفي منهم 498، ولا يزال 79 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من نوفمبر 2020. دعا المهنيين الصحيين للدفع بأنشطة التوعية للتبرع الطوعي للدم. وأوضح البروفيسور تقريدا قبريهوت والدكتور يوسف تولده والدكتور هبتس اللاسيزر إزقل وكالة الأنباء الإريترية بشأن مساهمة ودور الدم في البنك في عملهم اليومي، أن بنك الدم الوطني وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم يسهمان كثيرا لسد حاجات المستشفيات من الدم. وقال أخصائي جراحة في مستشفى ورطة المرجع الدكتور يوسف تولده أن الدم ضروري أثناء العمليات الجراحية عامة ونزيف الدم في الحوادث، وأن الدم المفقود يتم تعويضه بالدم المتوفر في البنك، داعيا جميع المواطنين لرفع الوعي بالتبرع الطوعي للدم وتنمية محتويات بنك الدم. من جانبها أوضحت المدير الطبي لمستشفى الأطفال البروفيسور تقريدا قبريهوت أن القسم يقوم سنويا بحوالي 100 جراحة قلب للأطفال، ولن يكون ذلك ممكنا دون وجود الدم المتبرع به، ويجب ترسيخ التبرع الطوعي للدم كثقافة. من جانبه أوضح المدير الطبي للمستشفى ورطة للولادة الدكتور هاتبس اللاسزر إزقي أن المستشفى يستقبل سنويا من 8 إلى 10 آلاف حامل للولادة، وأن 10 إلى 13% يلدن بالجراحة، ويكون الدم مهما جدا لإنقاذ الأمهات وأطفالهن. وينشط بنك الدم وجمعية المتبرعين الطوعيين للدم في مختلف أنحاء البلاد لتنمية محتوى بنك الدم. أشاد مسؤول سلطة القابات والحياة البرية في مديرية قلعة السيد محمد أحمد بثقافة حماية الأشجار في جزيرة بوري، وقال لوكالة الأنباء الإريترية أن حماية الأشجار له فوائد صحية واقتصادية جمة إلى جانب نمو القابات والحيوانات البرية. وأوضح بأن السيول المنحدرة من الهضبة تحدث دمارا كبيرا على الثروة القابية، مشيرا إلى تدمير السيول أكثر من 10 آلاف شجرة هذا العام، وحتى على التشجير مع أنشطة حماية الأشجار. وذكر عيان المنطقة عن وجود العديد من الأشجار المستوطنة ويمنع قطع الحشائش ناهيك عن الأشجار، وأشار إلى العمل المشترك مع سلطة القابات والحياة البرية ووزارة الزراعة لحماية الأشجار وتنميتها، مؤكدين العمل بقوة لإنجاح البرامج التي توضع لتنمية القابات، وتضم شبه جزيرة بوري ضواحي إنجل ودلوح وماكعنيلة وجزء من ضاحية بردولي.
تقوم عيادة مكعنيلة بإسهامات مقدرة لرفع الوعي الصحي وضمان صحة المجتمع. وأوضح الممرض بيانها إلى أن العيادة تخدم قرى داويلة وحراك ومكعنيلة ومكحاس وعيلولة وبردولة، مؤكدا انخفاض الأمراض نتيجة الجهد الجاري بالتعاون مع وكلاء الصحة في القرى. وذكر أن التوعية لانتظار الحوامل بالقرب من العيادة بعد اقتراب الولادة يحقق نتائج مرضية، حيث تسهم في ذلك غرف الانتظار المشيدة بالسكان. وأعرب السكان عن ارتياحهم لخدمات العيادة التي أسهمت لارتفاع الوعي وخفض الوفيات أثناء الولادة، مؤكدين على المساهمة لتطويرها. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. أعلن الاتحاد الوطني لعمال المناجم في زيمبابوي حصار 40 عاملا داخل منجم ذهب مهجور بعد انهياره في البلاد. وقال ويلينغتون تاكافاراشا المسؤول بالاتحاد أن انهيار المنجم وقع في بلدة بندورا الواقع على بعد 70 كيلومتر شمالي العاصمة هراري. وأوضح المسؤول الزيمبابوي أن العمال كانوا يعملون داخل منجم عندما انهار، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ 6 عمال من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن زيمبابوي تتمتع بوجود العديد من المعادن في باطن أرضها، بما في ذلك البلاتين والماس والذهب والفحم والنحاس، حيث تعد عمليات التعدين مصدرا رئيسيا للدخل في البلاد، لكون الذهب وحده يمثل 60% من الصادرات. تستدين ألمانيا 180 مليار يورو في العام 2021 بسبب الموجة الثانية من وباء كوفيد-19 التي أرقمتها على تمديد القيود حتى يناير، على ما جاء في الميزانية السنوية التي أقرتها لجنة المال في البرلمان. وأقرت الميزانية بعد مناقشات استمرت 17 ساعة وتتضمن ديونا جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 179 مليار يورو في العام 2021 و498 مليار يورو من النفقات العامة، على ما جاء في الوثيقة النهائية التي اطلعت عليها وكالة فرانس بريس. وتستدين ألمانيا حوالي 84 مليار يورو، أكثر مما كانت تتوقعه وزارة المالية في سبتمبر قبل حلول الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19. قامت الشرطة الهندية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في بعض مناطق ضواحي دلهي، كما استخدمت مدافع المياه عند نقاط الدخول لمنع المزارعين من التوجه إلى وسط المدينة. جاء ذلك بعد اشتباكات جرت بين الطرفين أثناء مسيرة للعاصمة دلهي احتجاجا على قوانين جديدة تهدف لتحريم عمليات الشراء، ويرون أنها ستتركها معرضة لاستغلال الشركات الكبرى وفقا لما نقلت وكالة سبوتنيك. جدير بالذكر أنه بموجب القوانين الجديدة التي تم سنها في سبتمبر الماضي، وصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي أنها حاسمة لقطاع الزراعة، يكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى، بدلا من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة، حيث كان المزارعون يضمنون وجود حد أدنى لسعر الشراء. سجلت إحدى الشركات العقارية بالإمارات رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بحجم أطول مبنى بالمتفجرات بارتفاع أكثر من 165 متر، وذلك بعد نجاح عملية هدم 4 أبنية شاهقة ومصممة بشكل فردي في منطقة ميناء زايد بأبو ظبي بالتعاون مع أبرز الشركات في مجال هدم البناء. وتتألف من أبراج واغتم بنائها فوق منصة مكونة من 7 طوابق، وخلال العملية تم هدم مجموع 144 طابقا بمتفجرات ثابتة قيمة أولية موضوعة في 18 ألف حفرة داخل الهياكل. وفي إطار خطوتها الشاملة لإعادة تطوير المناطق الرئيسية في منطقة ميناء زايد، أسندت
أسندت دائرة البلديات والنقل تنفيذ المشروع لشركة مدن العقارية كأحد مطوري المشروع، حيث تتولى إنشاء معلم سياحي جديد وأحد أبرز الوجهات التي تواكب تطلعات المقيمين في العاصمة وزوارها. بهذه المشاهد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.